امر اهل الاسلام باحقاق الحق وازاق الباطل. الشريعه خصها تقام والقران خصو يعلو امره وخصنا نتبعو النبي عليه الصلاه والسلام. الى متى هذا الذل وهذا السقوط؟ الى متى احقاق الحق؟ تحكيم الشريعه، شريعه الشريعه وما سوى الشريعه ظلمات بعضها فوق بعض. ولن يرفع هذا البلاء سواء البلاء المادي او البلاء المعنوي الا بالرجوع الى الله والتمسك بدين الله وقول كلمة الحق. سائرون لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. كي ما عرفتوني غادي نبقى، كان أمر بالمعروف وقلنا عن المنكر. اللهم خذ بأيدينا إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولن نحيد عن قول كلمة الحق. ولا يستطيع طالب علم أن يعيش دون أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر.